استاذ ايمن عبد الجواد مدير تحرير جريده المساء. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، ازي حضرتك؟ برحب بحضرتك استاذ ايمن. خليني اعرف من حضرتك اكتر عن اهم تصريحات رئيس مجلس الوزراء اليوم في جولته لبورسعيد ودمياط. وانا يعني مهم جدا هاخد من كلام حضرتك، مهم قوي الانتاج. الحقيقه الانتاج في مختلف المجالات، يعني انا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هرجع شويه لورا، دايما بيركز على الانتاج واستبدال المنتجات المستورده ببديل محلي، ولو بشكل يعني مش لازم اكتفاء ذاتي 100% مباشره، ولكن تقليل الفجوه، محاوله الاستغناء عن العمله الصعبه او تقليل استخدامها بشكل كبير. من بعد مشروع راس الحكمه، وده من المشروعات الاستثماريه الكبرى اللي تمت في مصر مؤخرا او اللي بدا تدشينها، يعني كان في كلام مهم قوي للرئيس عبد الفتاح السيسي ولرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عن اهميه الانتاج، وان الحقيقه هو الانتاج هو القاطره اللي تقود الاقتصاد المصري وتخرجه من عثراته، ويعني تؤدي الانتعاش المأمولة ان شاء الله. فانا اعتقد ان قصه الانتاج هي قصه مصر خلال السنوات القادمه، وهي المخرج الحقيقي من يعني الازمات التي ممكن ان تواجه المواطن المصري. طب عندي سؤال خارج النص. كيف ترجمت جولة أو النشاط المكثف لرئيس مجلس الوزراء في الأونة الأخيرة؟ هل هو استمرارية في هذا المنصب في ظل الكلام الفترة فاتت أو عن تغيير وتعديل وزير؟ حضرتك من خلال خبرتك. الحقيقة احنا في مصر محتاجين يعني نمط تفكير مختلف شوية. يعني احنا ما يواجه مصر والمنطقة والعالم في هذه المرحلة المفصلية والتاريخية، الحقيقة مش لمصر، ده لمصر والمنطقة بالكامل، يعني القصة أصبحت أكبر بكثير من فكرة الأشخاص. يعني سواء استمر الدكتور مصطفى مدبولي أو لم يستمر، فهو مطلوب منه أن يعمل إلى آخر لحظة، مطلوب منه تغيير نمط الأداء بالنسبة للحكومة. زي ما قلت لحضرتك إن احنا دائما توجيهات الرئيس الاتجاه للإنتاج، لأن الإنتاج يعني تقليل العمله الصعبه، يعني تقويه الجنيه المصري، يعني تقويه الاقتصاد المصري، يعني رفاهيه تعود على الشعب. يعني القصه ببساطه شديده ان الانتاج هو يعني ديدن او المحور الاساسي الذي يتمحور حوله اداء الحكومه، سواء استمر الدكتور مصطفى مدبولي بكل وزرائه او بعضهم او لم تستمر الحكومه. تشتغل وتلبي مطالب الشارع. نعم، ده حقيقي. بشكرك يا فندم، بشكرك استاذ ايمن عبد الجواد مدير تحرير جريده المساء، بشكرك كل الشكر.